يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، الملائكة، العابدون، الصافون بين يدي ربهم، المسبحون، المستغفرون، يحبونه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. كيف وصل إلى المرحلة أن يحبه الله ثم تجري على ألسنة الناس الثناء عليه ومدحه وفي قلوبهم محبته؟ كيف وصل؟ إلا بتقربه إلى الله تعالى، بانطراحه بين يديه، بإخلاصه له، بصدق محبته وقربه إلى ربه، وبالتالي أحبه الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا أبغض عبدا، أعوذ بالله، نادى جبريل قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء، ملائكة في صيام وقيام وعبادة وذكر تبغض هذا العبد. قال: ثم توضع له البغضاء في الأرض، يكره الناس رؤيته، يكره الناس النظر إليه، يكره الناس مجالسته، يكره الناس ذكره، يكرهونه لو مر بهم في أي موطن. يوضع له البغضاء في الأرض. وكيف يحب؟ هو الذي لا يدع معصية إلا ارتكبها، ولا يدع عقوقا إلا فعله، ولا يدع مالا إلا أكله، ولا ظلما إلا مارسه. هذا كيف يحب؟